السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله جبت لكم واحد الوصفة، يعني في الأول غادي نديرو واحد القوماج ومن بعد غادي نديرو المهم وصفة لتنفيخ لنفخ الخدود. عندي هنا السانوج وعندي الزيت البلدية، يعني زيت الزيتون. يعني غادي نطحن هذاك السانوج وناخد منه معلقة ديال السانوج مطحون، معلقة صغيرة ديال السانوج مطحون، وغادي نخلطو إن شاء الله بزيت الزيتون. زيت الزيتون غادي تشوفوا معايا الوصفة، يعني هذا القماش هذا فهو رائع، يعني تيحيد دوك الشوائب وتيحيد دوك الرؤوس السوداء. يعني واحد القماش ما نعاود لكمش، يعني فهو تيجيب النتيجة من أول استعمال، جربوه وما غاديش تندموا عليه. يعني بعد ما خلطت هاد المكونات بجوج غادي نديرو على مستوى، يعني انا درت هنا على مستوى اليد، نتوما غادي ديرو على مستوى الوجه والرقبة واليدين، يعني فين ما بغيتو يعني تحيدو دوك الشوائب وداك يعني داكشي ديال الشمش اللي تيبقى ليكم، يعني تيحيد حتى ديك الكحولية ديال الشمش. وتنخليه واحد شويه على يدي وتتغسلوه بالماء دافي باش غادي نديرو الماسك ديالنا. غادي تشوفوا المكونات، عندي هنا معلقة ديال الحمص مطحون، وعندي هنا معلقة ديال الشوفان مطحون، معلقة صغيرة كذلك ديال الشوفان مطحون، وعندي نص معلقة ديال الحلبة مطحونة. وغادي نخلط هاد النواشف هادو ونخلطهم بماء واد، الماء ديال الواد ديال، يعني فهو يعني حقيقي ومقطع مزيان. غادي نخلط به هاد النواشف وغادي نستعمل هاد الماسك هذا على مستوى الوجه والرقبة واليدين، يعني ونخليه يعني واحد المدة 15 دقيقة. يعني الا فيك ما يحيدو، يعني فاش ينشف ليك تحيديه، يعني تتقوميه على شكل دائري ولا غتغسليه بالماء دافي. ويعني غادي تعاودي هاد العملية هادي يعني جوج ديال المرات في الأسبوع. يعني هاد الوصفة هادي فهي مجربة ويعني تتعطي واحد النتيجة اللي هي رائعة ما نعاود لكمش. المهم تتخليه 15 دقيقة تتيبس، يعني تتعطي واحد يعني تيبس وتتحكيه بحال القماش ولا تتغسليه بالماء دافي كيف ما قلت لكم.